بتذكر أنا لما عملت كتاب رحلة وفاء مع الوارث المحمدي الشيخ أحمد كفتارو. كان شيخنا توفى شيخنا، وأنا حتى بحياة شيخنا كنت ناوي أعمل الكتاب، لكن لما توفى شيخنا صار معنا يعني احترق قلبنا على الآخر، فبشكل يعني. فأنا قلت والله بدي أعمل كتاب عن شيخنا، وأفضل ما يمكن أنا أنه أخذ من إخوان الشيخ، فسميته رحلة وفاء، أني صرت دور عليهم مشايخ الكبار مريدين الشيخ القدماء، دور عليهم وحط لهم مثل هالمسجلة، وهي نفسها سبحان الله، حط المسجلة، وفي وحدة كان أصغر منها، حطها ويحكي على الشيخ، ودون محبين وقدماء ويحكوا على الشيخ، أنا فرغ الكلام إلى آخره. المهم أنا صرت أول شيء مرحلة الجمع، صرت أجمع شو أسمع، خصوصا مسألة كرامات الشيخ اللي ألفوا قبل مني ما حكوا بالكرامات، ما بدهم يحكوا بالكرامات. طب الكرامة أصل من أصول العقيدة يا أخي، بيحكي ليش ما نحكي فيها؟ أنا عندي شريعة، وكل معجزة لنبي جازت أن تكون كرامة لولي. فاسمع كرامات كتير من واحد لواحد، من واحد لواحد. لما تحققت في جماعة يمكن الكرامات لحالها هيك كتاب هيك، بس قلت أنا والله ما لح نزلها حتى اتحقق منها. رجعت لوحدة وحدة، هذه مين أقل ليها؟ أقل ليها فلان. دق له، قل له أنت منين سمعتها؟ بيقول لي من فلان. أنت منين سمعتها؟ روح ارجع عندي، أعطيني رقمه، أخذ رقمه، أحكي معه. صرت أعمل تحقيق على الأرض يعني. تعرفوا شو ظهر لي؟ 90% من الكلام كذب، لأنه يا تنقطع السلسلة، يا أما اللي نقل لي الكلام لما أرجع للأصل اللي لا مو هيك، مزودها هذا الثاني، حاطط له هيك رشة فلفل، والثاني شوية بهارات، واللي بعده منه شوية ملح، والخامس شوية كاجو وفستق حلبي، وين تغير الوضع كلياته. ليش هيك؟ طبعا متزودوا الحب مو أكتر من هيك، بس هذا خطأ. بس حب المريدين لشيوخهم يعني بياخدك وبيجيبك. فأنا اللي ثبتت الكرامات المذكورة بكتاب رحلة وفاء، موجود على موقعي الرسمي، متحقق منا 100% أبدا 100%، ومن الناس اللي صارت معهم تماما، وهن ثقة بل لا يسألوا عن ثقتهم. أما ما سوى ذلك كله راحوا هلأ بالحرب، تركتهم بالبيت، قلت لحالي خليهم أنا للذكرى، راحوا اتدفوا عليهم. أما هلأ الكتاب موجود كله ثقة، ومع ذلك في ناس في كرامات ذكرتها ما قبلوها. قال معقولة لهالدرجة؟ الكرامة هي خارق للعادة يعني، ماشي مو من الأمور المستحيلات عقلا، لا من الأمور الممكنات كلها، ولكن قد تكون مستحيلة عادة، فما بيستوعب أي إنسان هالكلام. فإذا ما في شيء اسمه إحياء الأموات، وأنه لإحياء الميت الشيخ العارف بالله الكامل المرشد الكامل لازم يكون عنده قوة إحياء الميت وإماتة الحي، لا يا أخي، ولو كانت ممكنة شرعا، لكن هذه ليست من شروط المشيخة، والمشايخ مالهم بيشتغلوا بهالشغلة ولا يتجرؤون على الله، حتى الله موت واحد هو يحييه، هذا الكلام مو صحيح أبدا، ولكن يحيون القلوب.